السيدات والسادة، قبل أن نبدأ فقرات ندوتنا يجب أن نوجه التحية من هنا إلى روح الشهيد البطل صاحب قرار العبور العظيم، بطل الحرب والسلام، الزعيم البطل محمد أنور السادات. إن جيل أكتوبر العظيم الذي صنع النصر سيظل محفوراً في وجدان وذاكرة الأجيال القادمة، فقد علمنا هذا الجيل أن نموت في وطن حر خير من أن نعيش في وطن ذليل أو منكسر. علمنا ذلك الجيل أيضاً أن الكبرياء والكرامة والعزة جينات مصرية متوارثة، كما تعلمنا منه أيضاً أن الصبر قد يكون مراً لكن ثماره حلوة المذاق. وكما استرد هذا الجيل عزة وكرامة الوطن، فإننا نعدكم يا أبطال أكتوبر أن نحافظ على ما حققتموه ليبقى هذا الوطن مرفوع الرأس والهامة. معركة حتمية، لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. لتتولى مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. Thank you.
نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حالياً قتالها مع العدو بنجاح. ارووها بعرقكم زي ما احنا رويناها بدمنا. توجه التحية لروح اكتوبر وجيل اكتوبر، قدموا لمصر في وقت كان بنعيش في حالة انكسار وتحولت لحالة انتصار. كانوا بس هدفهم حاجة واحدة، استعادة الكرامة واستعادة الأرض مرة تانية، وضحوا بكل شيء لاجل ان اليوم ده يتحقق. ما كانتش صدفه ده احنا بنين انتصار، بعرق ودم جنود وتدريب للنهار، اعداد جيوش خلى الوحوش ما يفكروش غير انت، يجي الوقت تحس من القرار، جاي النهاردة عشان يعيد الذكريات، بعبر جديد مش أقل من اللي فات، ابنه في إيديه مصر في عينيه راهن عليه، ده نسخة منه ما هو اللي خلف يوم ما مات.